أخبار اليوم. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبط الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني، لأن الوحدة مش هقدر. ملامحك كلها مني، يدوب الاسم متغير. مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك. بطيب خاطري من همي، كلمة طالعة من قلبك. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة علي رغف عيشي، وانا بغسل لك تيابك. تقف دلوقتي على بابي، وانا بكره على بابك. تعلم ابني وتكبر، ودائك يشفى بدوايا. بتبني بيتي وتنمر، وبيتك وانت في حماية. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا الف حلقة وصل. وبشبه لك وتشبه حب الخير وطبط الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بينا، يضيع مننا لو يوم. في واحد عايز التاني عشان يسند عليه ويقوم. بكلمة صغيرة ممكن تداوي بينا أي خصام. تصفي قلوبنا وتغير، ما لحظة ما تهين بسلام. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل. وبشتاق لك وتشتاق لي، تحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل. وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطبط الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني، لأن الوحدة مش هقدر. ملامحك كلها مني، يدوب الاسم
علي رغف عيشي وانا بغسل لك تيابك. طب دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك. علم ابني وتكبر وداك يشفى بدوايا. بتبني بيتي وتنمر وبيتك وانت في حماية. وبحتاج لك وتحتاج لي ما بينا الف حلقة وصل. وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع محمد إمام علي. الرمضان عام مية الخير كله خير. عام مية البيت مية مية. جزاهم الله الخير. معي ولدين وبنت ومراتي. شغل فلاح يعني بتطير يعني. الرمضان يعني جت أول حاجة صوت البيت لقيته معقود بالجريد وفلاك. رحت صورته ورحت إيه. ثاني مرة جت زولته من على الأرض جبت بلوك وسمن وجراز الأخير. بالنسبة للمية هنا يعني تقعد تقدم ويقول لك دي أملك دولة. هذه المشكلة بتاع عرب الجف وحمادة والمسايدة والحتة دي. طب أملك دولة هو لو في مثلا دي أرض زراعية معلش ده مدي صخرة كده كده يعني الناس تسيب مثلا الأرض دي وتستصلح أو تبني في الزراعة ما ينفعش. اهم حاجه يشوفوا لهم الميه 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 بس لا امور يا عم لا الميه الميه لان هنا كل ما نتقدم يقول لك املاك دوله املاك دوله. هروح لسياده المحافظه اتكلم برضه ما اقدرش يعمل في حاجه. فاهم حاجه الميه للناس دي. انا خلي بالك انا من بنصامد مش من هنا عندك بس تبع في جمعيه عندنا بنصامد الخير دي فعلا الدكتور عارف فاروق وبرضه بنبص على الناس التعبانه دي. بس المشكله لغايه لو في ناس بتبرع على ان تركب ميه في فلوس جايه بس نقعد نقدم يقول لك دي املاك دوله. هذه المشكله بتاع حماده وعرب الجف والمسايده والحاج علي وكل سلام المطارات والاسياط. كلام تشجع ولا كنا قاعدين في بيت جريد وكان حالتنا قرف خالص. كنا قاعدين تراب وحناشة تعبين صغار تنزل عليه. لما جاء شافوا بيتنا شافوا حالتنا خلونا عدينا ونضفونا الله يخلينا طول عمرنا. عدلوا لنا بيتنا وركبونا. هنا عملوا كم بيت؟ عملوا كتير. عملوا كتير قوي. وجاب للناس كلها ما خيرش حد عن حاله. لا ما كانش بعد على بيت كان بيشوف البيت اللي محتاجه كان بيعملوا لها. كان بيعمل لها كل زي بعد يعني اللي عاوز بيدوه اللي مش عاوز اللي خلاص من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سليمان جمعه سليمان في كليه التمريض. بحب اشكر كل الجهود المبذوله يعني عشان خاطر ده كله يوصل للفجره. بس في كمان في حاجات تانية كتير البلد محتاجاها. في كتير للشباب في كتير للارامل. البلد فيها نسبه كبيره جدا من الناس اللي هي مش لاجئه ما فيش اي مصدر دخل. البلد 99% منها 99.5% من معدوم الدخل. ما فيش اي مصدر دخل غير المحاير للناس. كل الناس مش لاقي اي مصدر دخل ما فيش غير المحاير وكمان الفلاحه. الفلاحه كده كده معدومه ما فيش منها مصدر. الناس الفلاحين تعبانين وكمان المحاير 90% من الناس اللي بيروح الواحد بيبقى عنده عيل او عيلين اتنين واحد منهم بيموت والتاني بيتعوق وبيقعد في البيت فما فيش اي مصدر دخل. فاحنا عايزين كمان الناس زي ما هي بصت لفوجة يبص كمان للناس اللي هي اللي مش لاقيه تشتغل والناس الشباب. انا دلوقتي واحد في كلية عايز اطلع عايز اشتغل الجا شغل وكمان عايز اطلع واشتغل واعيش حياتي واتجوز ده حقي. 35 اسره الرمال النهارده هتسلم 35 اسره جاي متطوع معاه. خدتوا ابحاث بالاختيار عملتوا يعني عرفتوا ازاي الناس محتاجه وعملتوا ايه؟ ايوه تستحق لما كان عمل ابحاث وجاي الناس تستحق. عملوا ايه؟ سلموا شقق ولا مش سلموا شقق ولا بنوا ازاي؟ مين اتبرع بالارض؟ مين اللي بيعمل الكلام ده؟ جمعيه الارمان. الارمان هي اللي ساعدتهم والارض بتاعتهم. يعني لو
ايوه انتوا فاهم ده كله انتوا ما ينفعش ساعدتهم لسه في اسم تاني تسلم. انا اسمي محمود سلام ومقيم في قريه حمام وشاب من كل الشباب اللي مقدم حقه واللي مش لاقي اي حاجه ومحدش سال فينا خالص. بلدنا لو اللي يلف في البلد وهصور اشوف حياه ما حدش ما ترضيش ربنا. بالنسبه هنا برضو الارض بتاعتنا اللي قديمنا من جديد الجدود قاعدين فيها كل شويه ده ارض املاك دوله. طب ماشي الارض ديت املاك دوله ومن الجديد الجدود قاعدين فيها من ولد الولد، خلاص نروح نستصح في الارض الزراعيه ولا نعمل ايه؟ يعني ولا صحه ولا تعليم ولا حاجه، مدرسه واحده بيذل الناس عشان خاطر شكار السرخ يروح من بلد لبلد عشان خاطر يعمل دكتور مفيش كذا حاله عقبال لما توصل مركز بني مزار في المستشفى العام بيحصل لها حاله تسمم ولا كده ولاده وكذا حاله وانا مسؤول عن ذلك وانا سواق وبيركبوا معايا كذا حاله تسمم ماتوا بسبب ايه؟ عشان دكتور مش معنى في البلاد التانيه اللي في جارها رطبه ولا في جارها كده يعني عشان البلد هنا غلابه. انا بثق في ربنا سبحانه وتعالى ان الصوت يوصل للساده المسؤولين لان البلد معدومه من كل حاجه، اغسونا ولا تعليم ولا معهد ديني، معانا اولادنا عاوزين ندخلهم معهد ديني ممنوع عشان مش هنقدر نصرف، لو صرفنا عليه مش هنصرف على المواصلات. ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي الساده المسؤولين لان الساده المسؤولين لو يطل بعين الرحمه للناس اللي هنا هيعرف طرق زباله، هو طريق واحد بس اللي موجود من هنا عشان الطريق الصحراوي ماسك من بني صامت للطريق الصحراوي، طرق هنا ولا عربيه بتنفع تمشي، اخر الواحد عشان يجي من المشوار واحده معاه واحده واضعه او واحده والده او كده تمام بيجي يروح ينزلها على اسفلت ويشيلوها عشان خاطر الطريق ما ينفعش العربيات بتمشي فيه، ما هو سير الميه من جوه بعد سواء واحنا بنفتح تمام ويجي وياخدوا عينه وانا مسؤول على كل كلمه بقولها بيفتحوا تلاقي لمغزى ممكن بعد سواعي ارسب صدى. انا عن نفسي اراسب اساسا مش عارف جاي منين، مواسير حديد فوق الارض في الصيف اساسا عشان نحب نشرب الميه ديت ما بنشربها الميه والله العظيم تاني انا ما بقدر استحمى بيها الا لما اشوف شويه ميه بردين عشان خاطر ابرده. ده ما يرضيش اي ما يرضيش ربنا خالص. خط ميه هنا عشان خاطر نعمله دفعونا من جيبنا عشان خاطر نعمله. رئيس المجلس رحت رئيس المجلس هنا قال خلاص انا عندي المواسير وعندي كل حاجه يبحثوا الخط واحنا ندخل لكم عشان المواسير طبعا الحديد كتر خيرها دابت من كتر الشمس الناس فضلت تشرب في الصدى لما عدمت شربت الصدى اللي فيها كله. ده ما يرضيش ربنا بحثنا الخط ويجيبنا على حسابنا وفي الاخر جاب لنا عشان خاطر يركبها. ده ما يرضيش ربنا. هم المسؤولين فين؟ هنا ناس تمعوز عليات الناس هنا معوقة اكتر من 50-60-70 حالة معوقة هنا كل شغل الشباب اللي هنا محاجر يبقى في الحالة دي والمحاجر دي الوقت خلاها اسبوع وسبعين راحة. طب انا اسأل سؤال هل اللي يسرق يحاسبوه ولا يموت من الجوع؟